السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. حقق فريق المحرق فوزه الأول مع انطلاق منافسات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على الملكية بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة خليفة الرياضية. أهداف المحرق جاءت عبر ثنائية للاعب العراقي مصطفى كريم وثنائية أخرى للاعب إسماعيل عبد اللطيف، ليحقق بذلك حامل لقب النسخة الماضية نقاطه الثلاث الأولى في المسابقة. جول 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 اسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة 40، كرة حلوة ثلاثية. كما حسم الرفاع ديربي رفاعين بعد فوزه على الرفاع الشرقي بهدف يتيم جاء عن طريق مدافع الرفاع الشرقي عبد الله الهزاع بالخطأ في مرمى فريقه بعد محاولته إبعاد كرة النيجيري إغبانا في الدقيقة 51.